ماتش الزمالك والاهلي بتاع الدوره الرباعيه اللي احمد توفيق جاب جون في نفسه وفتح الله بقى بنالتي. كان نفسي ان انا انزل العب، وكان في سوء توفيق كبير جدا. لعبنا ماتش كبير على الاهلي ولعبنا تكتيكال جيم كان مميز جدا. احنا كان حظنا سيء ان احنا فتح الله ضاع بنالتي في الدقيقه 70 تقريبا. لو كنا جبنا البنالتي ده كنا هنكسب الماتش. كان ماتش الدوري ده الماتش اللي كان نفسي العب فيه.